لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر. ما باتوا بمزدلفة وذكروا الله كثيرا مع الذاكرين والذاكرات. الله أكبر. ما حلوا بمنى ورموا الجمرات. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا يوم فرحتنا وبهجتنا وسرورنا وسعادتنا. هذا يوم شرعه الله عز وجل، وشرع لنا فيه اللهو المباح، وشرع لنا أن ندخل السرور على الأهل والإخوان وعلى الآباء والأمهات وعلى الآباء والأمهات وعلى الأرحام والجيران. هذا يوم الفرحة ويوم البهجة ويوم السرور. هذا يوم عيدنا، ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة. دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ينبغي أن نفرح وأن نبتهج وأن نسر في هذا اليوم، هذا اليوم الشريف. اليوم يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا يوم الحج الأكبر، يوم ترمى فيه الجمرات ويذبح فيه الهدي الذي وجهوه إلى الله عز وجل، الذي استوى فوق سبع سماوات. هذا يوم تحلق فيه الرؤوس تعبدا وذلا لله سبحانه وتعالى. هذا يوم تحلق فيه الرؤوس تعبدا وذلا ورقا لله سبحانه وتعالى. هذا يوم يطاف بالبيت العتيق، أول بيت وضع للناس، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا اليوم عباد الله يوم ذكر لله عز وجل، وهو يوم أكل وشرب، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أول ما نبدأ به اليوم أن نصلي، ثم نرجع إلى ديارنا فنذبح الأضاحي شكرا لله عز وجل على نجاة نبي الله إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. هذا يوم ويوم الولاء لله عز وجل، ويوم يعلن فيه أن الله لا يضيع أهله، ولا يضيع وفده، ولا يضيع حزبه. ومن كان مع الله عز وجل كان الله سبحانه وتعالى معه، يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بعد أن ساق إبراهيم ابنه ليذبحه، جاء الفداء من الله عز وجل. ذلك لأنهما استسلما لله عز وجل وانقادا لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما أسلما وتله للجبين، فلما أسلما وتله للجبين، أي استسلما لأمر الله عز وجل. فينبغي عباد الله أن نستسلم لأمر الله، وأن نستسلم لشرع الله، وأن نستسلم لدين الله سبحانه وتعالى. فإن الله شرع لنا ما يصلحنا وما ينفعنا، وفي غيره يكمن الفساد ويكمن الضر. فينبغي أن نلجأ إلى الله، وأن نتضرع إليه، وأن نأوي إليه، وأن نستعيذ به، وأن نستغيث به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا اليوم عباد الله، هذا اليوم عباد الله هو يوم الفرحة ويوم البهجة ويوم السرور. يأتي هذا اليوم وأمة الإسلام تتعرض لمخاطر عظيمة، وهي أول المخاطر التي تتعرض لها الأمة هي محاولة تفكيك الأمة الإسلامية وإضعافها وتقسيمها إلى دويلات صغيرة ضعيفة. وهذا المخطط
كان قديما وبدأ يظهر على الأرض باحتلال العراق ثم لبنان ثم سوريا ثم ليبيا ثم اليمن. وقد أريد بهذا البلد أن يكون مثل هذه البلاد، أن تفكك وأن يصبح هذا الشعب لاجئا كما ترون اللاجئين من المسلمين الذين يفرون من أجل كسرة خبز طلبا لكسرة خبز أو شربة ماء. لقد أريد بنا ذلك. فلما وقفت الأمة ووقف هذا الشعب الأبي صفا واحدا لمنع هذه الفتنة، دفعوا بأهل التكفير والتفجير لإحداث الفتنة التي يترتب عليها الاحتراب الأهلي، أي احتراب بين فصائل هذا الشعب وبين مكوناته. فلما فشلوا في ذلك أرادوا إسقاط جيش هذا البلد. فينبغي عباد الله أن نكون صفا واحدا متماسكا من أجل إعلاء هذا البنيان ومن أجل أن تبقى هذه الدولة، حتى لو كان فيها شيء من الظلم، حتى لو كان فيها شيء من الفساد، فإن ما ستنقلب إليه البلاد إذا وقع ذلك. أنتم ترون المحنة الثانية، محنة المسلمين اللاجئين إلى البلاد والأمصار، يهربون من المدافع ومن القنابل ومن الصواريخ إلى الموت، إما جوعا وإما غرقا في البحار. ثم إذا وصلوا إلى هذه البلاد تعرضوا عباد الله لفقد هويتهم ودينهم من أجل منح الجنسية أو اللجوء السياسي، يفقد دينه ويفقد هويته التي عاش عليها وهي هوية الإسلام. إنما أريد بهذا البلد هو إضاعة هويته الإسلامية، وذلك بحرب التغريب عن طريق نشر الإباحية والإلحاد، نشر الإباحية والإلحاد ونشر المحرمات من الشذوذ الجنسي أو المثلية أو غير ذلك من الدعارة والمجون وتعاطي المخدرات والمسكرات وغيرها في شباب هذه الأمة، نشر الربا والفساد والتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من أجل نشر التغريب، حتى تنشأ أجيال في هذا البلد لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه، لا تعرف عن الإسلام إلا رسمه، فتكون فاقدة للهوية وتكون تابعة أو ذيلا للحضارات الغربية التي فقدت كل شيء عن الأخلاق. إنما تتعرض له الأمة اليوم هو خطر التشيع الذي يراد أن ينتشر في بلاد المسلمين من أجل تقسيمها ومن أجل إحداث حروب بين أهل المذاهب، كما حدث في العراق وكما يحدث في سوريا وكما يحدث في لبنان وكما يحدث في اليمن. يحولون النزاع إلى نزاع بين السنة والشيعة، إلى حرب دينية لا تعرف الهوادة، أخطار تتعرض لها الأمة. ينبغي عباد الله أن نلجأ إلى الله وأن يعلو صوت الإسلام في قلوبنا. إنما يتعرض له المسجد الأقصى اليوم ونحن في يوم الفرحة والبهجة والسرور من محاولة هدمه أو حرقه أو منع المصلين من الوصول إليه أو قتل المصلين في ساحاته حتى تنزف الدماء الشريفة البريئة الصدور العارية التي تتصدى لهذه الرصاصات الغادرة من أجل حماية بيت الله المقدس. ثاني بيت بناه إبراهيم عليه السلام، بناه بعد البيت الحرام بأربعين سنة، هذا البيت عباد الله الذي فتحه عمر وحرره صلاح الدين بعد أن مكث في يد الصليبيين 93 سنة. إن هذه الأمة لا تيأس ولا تموت، قد تمرض هذه الأمة لكنها لن تموت. فليعلم العالم كله أن ربما الذي سيحرر بيت المقدس لم يولد بعد، فإن صلاح الدين ولد بعد احتلال بيت المقدس بأكثر من 50 سنة، لكن الله سبحانه وتعالى كان قد هيأه لذلك، ففتح الله عز وجل به هذا البيت المقدس. هذا مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول قبلة استقبلها المسلمون 16 شهرا يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى بيت الله المقدس، إلى المسجد الأقصى، إلى الأرض التي بارك الله عز وجل فيها وحولها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إن هذه الهموم، إن هذه الهموم ينبغي أن يكون لها رجال عندهم من الوعي واليقظة ما يمنعون به هذه الفتنة التي تحيق ببلادنا والتي يراد بها أن تنهار، إما انهيارا اقتصاديا حتى لا تقوم لها قائمة ويستعملنا غيرنا ويتحكم فينا، وإما انهيارا عسكريا لتتسلط إسرائيل على المنطقة. ليس هناك جيشا واحدا قائما في المنطقة العربية إلا الجيش المصري، وبسقوطه يسقط الأمة العربية كلها. هذا هو الحارس الأمين. قد يكون هناك عند كثير من الناس ملاحظات، لكنها هذه الملاحظات في مقابل بقاء هذه الحماية لبلاد المسلمين والدفاع عنها، يجعل حرصنا شديدا على أن نكون داعمين لبقاء الدولة. لا، هناك فرق بين الدولة والنظام. نحن ندعم بقاء الدولة بأركانها، بشعبها، بجيشها، بمؤسساتها، وليس دعما للنظام، وإنما دعما للدولة المصرية، دعما للدولة المصرية حتى لا يصبح هذا الشعب لاجئا مشتتا. وأين يذهب؟ يذهب إلى السودان أم إلى ليبيا أم إلى أي موطن يتشرد هذا الشعب؟ إذا وقعت المجاعة، إذا سقطت البلاد اقتصاديا، إذا سقطت عسكريا، إلى أين يذهبون؟ هذا الأمر عباد الله جد خطير ويحتاج إلى وعي. أختي المسلمة، إنما يراد بك أمر خطير، هو بيع لحمك رخيصا للكلاب تنهش فيك بالعري والتبرج والسفور، وخروجك من هذا الحصن الحصين الذي حصنك الله عز وجل فيه وقرن في بيوتكن. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يراد بهذه المرأة المصرية أن تترك المدرسة التي تربي فيها العلماء وتربي فيها القادة والصلحاء، إنها المدرسة الأولى وهي مدرسة تربية أبنائها، المدرسة التي أخرجت الإمام أحمد، فإنه نشأ يتيما، والشافعي كان يتيما ربته أمه، وسفيان الثوري كان يتيما ربته أمه، وكذلك محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة من أكابر العلماء وقاضي قضاة الكوفة كان يتيما ربته أمه، وكذلك عباد الله سفيان الثوري كان يتيما ربته أمه ودفعته لتعلم العلم الشريف النافع. هؤلاء ربتهم أمهاتهم، كانت هي المدرسة التي أعدت لنا القادة والصلحاء وأعدت لنا القادة والعلماء. فينبغي أن تكون هذه المدرسة مدرسة أصيلة لا شوبة فيها، مدرسة لا تتعرض لهذا الجنس الرخيص، لهذا العري، لهذه الإباحية، لهذه المثلية التي يراد بها تمييع هذه الأمة عن طريق نشر الأفلام الإباحية، عن طريق الأجهزة الإعلام المرئية أو السينما، أو كذلك عن طريق هذه أجهزة التواصل الاجتماعي التي تنشر هذه الإباحية. ينبغي أن تكوني أمة واعية، واعية لنفسك، كذلك تقيمي هذا الأمر في بيتك، ترعين نفسك وترعين أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الزوج وأمر الأبناء، تجعلين من هذا البيت قلعة حصينة، تجعلين منها مدرسة تخرج القادة والعلماء حتى يكون هذا المجتمع صالحا. إن المرأة ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله، لأنها نصف المجتمع وهي تربي النصف الآخر. يريدون أن ينشئوا عداوة بين المرأة والرجل عن طريق أن المرأة لها حقوق، أن المجتمع ذكوري، أن الرجل طاغ على المرأة، أنه يمنعها حقوقها. الرجل لا ينفك عن المرأة والمرأة لا تنفك عنه في شرع الله سبحانه وتعالى. أعظم تشريع أعطى للمرأة حقوقها هو التشريع الإسلامي، والمرأة هي أمي وهي أختي وهي ابنتي وهي عمتي وهي خالتي. المرأة تحوطني من كل جانب، ولذلك رعايتها واجبة على الرجل والإنفاق عليها واجب على الرجل. لقد أوجب الله عز وجل الإنفاق على الزوجة، وأوجب الإنفاق على الإبنة، وأوجب الإنفاق على الأم في حالة فقرها،
وعلى الأرحام في حالة فقرهم، وجوبا على الرجل أن ينفق على هؤلاء وأن يرعاهم، وأن العار يلحقه إذا تعرضنا لشيء مما يتعرض له العرض. ولذلك كانت هذه المرأة هي بالنسبة للرجل أمرا مهما جدا. ليس هناك صراع بين الرجل والمرأة كما يحاولون تصوير ذلك من أجل حرية المرأة. الحرية هي أن تتحرر من القيود الشرعية التي قيدتها بالاحترام والتبجيل والتوقير، جعلتها جوهرة مصونة في محارتها لا تستطيع يد أن تلمسها إلا يد الزوج أو محارمها. ولذلك عباد الله ينبغي على المرأة أن تعلم هذا الأمر. عباد الله، هذا يوم الفرحة والبهجة والسرور، احذروا أن ينتقم الله منا في يوم أنعم الله علينا. احذروا المراقص، احذروا دور السينما والمسارح والأفلام الإباحية، احذروا الموسيقى، احذروا الاختلاط بين النساء والرجال. أيها الأخت المسلمة، احذر التبرج أو الذهاب إلى الكوافير الرجل لكي يعبث بشعرك أو ببدنك. هذا الأمر عباد الله جد خطير. هذا يوم الفرحة والبهجة والسرور، احذروا من إظهار الحزن في هذا اليوم أو زيارة المقابر أو استحضار ما الفائتين من الأقارب الذين فارقونا قبل ذلك. ينبغي عباد الله ألا ندخل الحزن على أولادنا ولا على نسائنا ولا على أرحامنا ولا على جيراننا، بل علينا أن ندخل عليهم البهجة والسرور. إننا نعود إلى بيوتنا اليوم لكي نذبح الأضحية، فعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح كبشين أملحين موجوئين خصيين، ذبحهما بيدي وسمى وكبر، قال الله، وجهه إلى القبلة وقال بسم الله، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. ثم جاء بالثاني فقال بسم الله، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. فضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمن لم يضحي من أمته. هذه بهيمة الأنعام من الغنم والمعز والبقر والإبل، ولا تشرع في غير ذلك، لا من غزال ولا من نعام ولا من دجاج ولا من غيره. ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم بعد ذلك تقسم الأضحية إلى ثلاث: ثلث يأخذ أهل البيت فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وثلثين يهدي منهما وكذلك يتصدق منهما، حتى ندخل الفرحة والسرور على فقراء المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح بناتنا وشبابنا. اللهم أصلحنا جميعا يا رب العالمين. اللهم عدنا إلى حظيرة الإسلام سالمين غانمين. اللهم عدنا إلى حظيرة الإسلام سالمين غانمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.